اهلا بيكم مشاهدينا معانا في فقره جديده في نهارك سعيد. طبعا دي كانت احوال الطقس، والنهارده يعني الدنيا حر شويه، 36 في القاهره. خبراء الارصاد بيقولوا ان هي هتقعد 48 ساعه، خلوا بالكم من الحراره. قبل ما نقدم فقرتنا عايزين ننوه على حضراتكم انكم ممكن تتفاعلوا معانا على حسابنا الجديد على اليوتيوب، هيبقى www.youtube/user/نهارك سعيد، كلمه واحده، الكلمتين في كلمه واحده، نهارك سعيد، سعيد اس اي بدل العين بنحط 3 ودبل اي دي. وبالنسبه للتويتر برضو نهارك سعيد كلمه واحده @twitter.com. فقرتنا اللي جايه بنبتديها في اطار ان احنا عاملين في نهارك سعيد حمله لتبني المخترعين الشباب والافكار الجديده اللي ممكن تبني مستقبل مصر، خصوصا ان الشباب هم اللي اشعلوا ثوره 25 يناير في بدايتها. فكرتنا النهارده اللي هي محور فقرتنا هي فكره سياره تعتمد على الطاقه البشريه، بمنطق شبيه بالعجله ممكن نقول، لكن هي عربيه ممكن توصل سرعتها ل 60 كيلومتر في الساعه، وطبعا ما لهاش اي علاقه بالتلوث وبتوفر الوقود. هيكون معانا اثنين من الطلبه، طلبه كليه هندسه الجامعه الامريكيه، هم المشاركين في المشروع. هيكون معانا حسن بركات احد المشاركين. صباح الخير حسن. اهلا وسهلا. وطارق. صباح الخير يا طارق. طارق عثمان. مظبوط. لو اتكلمنا يا شباب في الاول، يا ريت تكلموا الناس عن فكره تصميم السياره، عشان انا عايز اعرف واكيد الناس عايزه تعرف اتشوقت ايه حكايه العربيه، هيبقى شكلها عامل ازاي، وهل فعلا ممكن نستغنى عن البنزين، لانه طبعا البنزين بقى غالي جدا، يعني اللتر اللي 185 قرش، فانت بتتكلم في هتوفر طاقه وهنوفر تلوث، احنا نسبه الرصاص عندنا في مصر صعبه يعني. يعني هو دول الفكرتين اللي احنا كنا بنبني عليهم المشروع اساسا بتاعنا، هي حاجه ما بين العجله والعربيه، هي بتوصل لسرعه العربيه، ولكن انت بتمشي بيها الطاقه بتاعتها، هي التبديل عادي نفس القوه اللي انت تحطها وانت بتبدل في العجله العاديه، بنفس المجهود ده هتقدر توصل بيه للسرعات العالية دي. فهي الفكرة ان انت لو في العجلة العادية لو مشيت على سرعة 50، 90% من القوة اللي بتواجهك اللي انت بتحاول يعني تعديها عشان تعرف تمشي هي الهواء. فالعجلة بتاعتنا الميزة اللي فيها انها الشيل اللي بره اللي عليها او الكفر اللي عليها من بره ده الشكل بتاعه ايروديناميك، فهو يعني بيخترق الهواء، مش بيخبط فيه زي العجلة العادية او زي العربية حتى. وطبعا دي ما فيهاش اي نوع من انواع البنزين خالص، تبدل عادي جدا، فيها ما فيهاش اي نوع من البنزين، وفيها معاملات الامان كتير زي اللي في العربيه، يعني لو لا قدر الله في خبطه في اي حاجه اللي جوه عنده امان متوفر جدا. طب هي الشكل مثلا قريب من العربيه العاديه يعني في يعني هي معموله طب من ايه؟ يعني هي معموله من حاجات مثلا معدنيه، ولا معموله من حاجات زي الفايبر والبلاستيك؟ يعني برضه عشان الناس عايزين الناس تتخيلها شويه. هي معموله من ماتيريال اسمها فايبر جلاس. من الفايبر جلاس. فايبر جلاس، الشيل كلها فايبر جلاس، والكفر اللي بره ممكن يبقى بلاستيك شفاف اللي هو الازاز نفسه، بدل يبقى ازاز يبقى بلاستيك. طب معاملات الامان بقى ازاي؟ يعني معاملات الامان الفايبر برضه ما هواش بالقوه دي. في مقويين الفايبر من جوه. احنا معانا الصوره بتاعت على الهواء. مقويين الفايبر ده بحاجه اسمها رول بار. رول بار حاجه زي حديد كده، هي الماتيريال من جوه من الومنيوم عامه يعني. الشاسيه نفسه. الشاسيه الالومنيوم، وبره ده بره الفايبر جلاس الاخضر ده. بالظبط. في حاجه اسمها رول بار. رول بار بياخدك من هنا لغايه كتفك كله، بحيث لو بيغطي كتفك راسك. احنا ده تصميم ده التصميم اللي كنا بنرسمينه على الكمبيوتر قبل ما نبتدي ننفذ. رول بار بيغطي منطقه الكتف والراس كلها. الرول بار ده اللي هو ايه؟ عمود تدعيمي. عمود تدعيمي ملزوق في الفايبر من جوه، بحيث لو العربيه اتقلبت رول اوفر حصل. ده ايه؟ بيبقى معمول من ايه؟ حديد؟ هو اوريدي كل الشاسيه كل الحاجات دي الومنيوم، كله ملحوم على الومنيوم. ستانل ستيل ولا الومنيوم؟ طب الواحد يسوق هو نايم كده ازاي؟ هي دي اللي بيبقى قاعد مرتاح جدا وهو سايق، في الرؤيه مش معترضه، ما يغلط في ركبته. الناس كلها متخيله ان انت وانت نايم كده انت مش شايف قدامك، بس هو انت عندك نفس مجال الرؤيه بالظبط اللي عندك وانت راكب العجله. بص كده هتشوف نفس الانجل، نفس الزاويه اللي هتشوف بيها هي كده، وانت بص قدام نفس مجال الرؤيه بالظبط. مفيش ركبتك ما بتعاقش في الرؤيه دي. طب الصوره هي دي البريك الاساسيه دي دي صوره لينا واحنا بنقدم المشروع في الجامعه. ده الجروب بتاعنا كله، احنا 7، فيها 3 اتخرجوا دلوقتي.
ده زي ما انت شايف اهو الازاز، انت هتبقى نايم الكرسي هتلاقيه باين لونه ازرق، ده انت هتبقى نايم شايف قدامك الانجل واضحه جدا. طب العجل بتاعها الكاوتش هي كام عجله؟ هما ثلاثه عجلات، ثلاثه، اثنين وواحده قدام، مش هتبقى ستيبل كمان. اثنين قدام واحده قدام ولا العجله اثنين قدام واحده ورا؟ اثنين قدام وواحده ورا. طب مش مشكله ممكن تتقلب او حاجه يعني؟ لا كده دي مور ستيبل عن اي حاجه، دي عندها ستابيليتي احسن ما تبقى عجله قدام وعجلتين ورا. سميتوها ذا ستاليون الفحل يعني. الحصان 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 جامد جدا. طب انا عايز اعرف الكاوتش يعني، بس انا الكاوتش اللي احنا شفناه انا حاسه صغير شويه. هو كاوتش يعني عجله عادي جدا. هو يعتبر صغير شويه بس للاسف ده المتوفر في مصر، يعني احنا كنا نعمل تصميم كنا عايزين حاجه ثانيه بس مش موجوده في مصر. يعني هل ممكن مثلا يبقى العجل بتاعها زي عجل الموتوسيكلات مثلا، مش للدرجات عجل الريس يعني؟ مش الدرجات تبقى تقيله. هو اكبر من عجل الكاوتش، اكبر من عجل العجله العاديه شويه بس مش هيوصل لدرجه موتوسيكل يعني، هو حاجه في النص. طب انا عجبتني كلمه دلوقتي انت بتقول هتبقى تقيله. هي طب انتوا حساب الوزن، هي وزنها حوالي ايه؟ وزنها حوالي 35 كيلو. كام؟ 35 كيلو توتال. 35 كيلو. فلو حطيت عجل اتخن شويه هيضطر ان انا اعمل فورس اكتر بحيث ان احرك العجله فهتتعب الباسنجر. بس 35 كيلو هيبقى فيها امان ازاي يعني؟ برضه هي المواصفات يعني، الاحساس انه انت سايق حاجه وزنها خفيف جدا، وبرضه يعني العربيه العاديه وزنها حوالي من 1200 ل 1600 كيلو. اوكي. فبرضه الاحساس بالاستابيليتي والاستقرار على الطريق ما بتوفرش غير في عربيات اتقل من كده كمان يعني، ده الرقم الطبيعي. بس في عربيات تانية كبيره بتبقى 2000 كيلو وفي 2600 بتبقى يعني ركزة على الارض اكتر. هنا انت بتقول 35 كيلو، احنا خدنا انت هتجري ازاي على سرعه المواصفات اللي هي سيفتي ريكويرمنتس، خدناها من حاجه اسمها ازمو، امريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز، اللي هي ترجمها بس عشان الناس تتفرج. المؤسسة الأمريكية للهندسة الميكانيكية. المهندسين الميكانيكيين. دي المفروض دي عشان نعمل حاجة زي كده هي أصلا مشهورة في أمريكا. ففي ديزاينز كتير عنها وديزاينز كتير في السيفتي. تصميمات. تصميمات السيفتي. فخدنا الريكوايرمنتس المتطلبات اللي هي بتاعت السيفتي عشان تبقى عجلة سيف. وطبقناها بالظبط. قالوا عايزين رول بار، حطينا رول بار. قالوا عايزين لازم تبقى هيلمت، لابس تلبس هيلمت بتاعت العجلة الخوذة. وكيعان وركب عادي أكنك عجلة عاديه جدا، نفس السيف بتاعت العجله بس ميزتها مختلفة عن العجله العاديه انها بتمشي اسرع. وبرضه في التصميم بتاعها في الايرودينامكس بتاعتها انها. طب ليه تمشي اسرع من العجله العاديه؟ بتمشي اسرع ده علشان الشيل بتاعها من بره، هي عشان ايه؟ عشان الهيكل الكفر اللي بره، المنظر الخارجي. ما انت في العجله العاديه لو ماشي على سرعه 50 90% من القوه اللي بتقابلك هي سرعه قوه الهواء، هي الشكل ده ايروديناميك اللي هو مقاوم يعني غير مقاوم للهواء يعني. بالظبط، هي مقاومه الهواء. فالشكل ده بيخليك تخترق الهواء، مش يعني اكنك تخيل الهواء ده حيطه وانت بتخترقها زي الرصاصه، مش بتخبط فيها كده بوشك. هي الفكره هي عامله كده، فالهواء ما بيعدي بيبقى من حواليها سلس جدا، من حواليها بيجي في الاخر يروح متجمع ومديك زقه كده زي 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 السمكه بالظبط. بالظبط، نفس التشبيه اللي سمعناه. وبرضه اقول لك حاجه على الامان، هي تصميمها انها في يعني في الهواء لما بيعدي من تحتيها يعني هو حاجات من اللي بتحسب بالامان في العربيه وانت ماشي، قوه الهواء اللي بترفعك من على الارض دي في التصميم بتاعها، ان احنا بنحاول نقلل مسافتها بين الارض وقوه الهواء اللي تحت دي علشان نتاكد انها تفضل بتبقى ثابته على الارض مع السرعات العاليه. بس هتقلل المسافه دي واحنا عندنا مطبات. ما هي دي بقى المشكله. دي المشكله. كلمني بقى عن المشكله بالتفصيل شويه بالنسبه للعربيه بقى يعني. المشكله قابلتك في طبعا احنا ما شاء الله مطبات وبلاعه وكل حاجه في الدنيا موجوده عندنا في مصر، بس هتعمل ايه في ده يعني؟ دي مشكله هتحلها ازاي يعني؟ انت في مساعدين في العربيه طيب وسوست وحاجات كده ولا لا في دي؟ لا بس هو المفروض يعني احنا كنا هبتدي نعملها ديزاين بس ما لحقناش عشان كان عندنا الوقت بتاع عشان لازم نسلم المشروع، فما كانش لحقنا في الوقت ان نخلص حاجه زي كده. لكن ممكن يركب لها زي ممكن يركب لها العربيه كده ومساعد وحتى في العجل العادي في سوسه بتاعت العجل، فانت ممكن تركب حاجات زي دي بسيطه يعني، مش هي دي المعضله. طيب السؤال، هل العربيه دي تمشي بالليل ولا تمشي الصبح؟ لحد دلوقتي هي طبعا الصبح اكيد انت هتشوف، بس بالليل هل في امكانيه انه يبقى فيها؟ في طبعا امكانيه ان احنا نحط زي اللزقات اللي هي عواكس ممكن قدام شويه، هي فيها فعلا العواكس دي، في مكان نحط فيه لمبه زي بتاعت اللي بتشتغل بالدينامو. بس ده زي ما احنا شايفين ده بروتوتايب، ده يعني حاجه نموذج تجريبي. نموذج تجريبي فعلا فيديو ليها اهو على بالظبط. هو ده بس يعني لسه في طبعا حاجه اسمها R&D ليها. ده كانت اول مره ريسيرش اند ديفلوبمنت.
يعني اللي هو ايه؟ يعني هنقعد لسه في ابحاث وممكن نقعد نطور فيها تاني، يعني احنا عندنا مجال في التطوير فيها ضخم جدا، بس ده كانت اول حاجه نبتديها، كان لازم نبقى نعمل حاجه عشان نبقى ماسكين المشروع في ايدينا ونتكلم. ده الفيديو ده فين الكلام ده؟ ده في الجامعه، ده جوه الجامعه. في الجامعه عندهم. طب يعني هي ممكن تتساب الليل، يعني ممكن يتحط لها مثلا دينامو حاجات كده، لامب الدينامو عاديه، وتحط يعني يتحط من قدام، ممكن يحط لها مكان، والسير دينامو بدل ما بقاش في اي باتري ولا اي حاجه، هي بس سير الدينامو. طب وانتوا بتجربوها بالشكل ده جابت اقصى سرعه كام؟ 60 كيلومتر بقى. 60 يعني ما عدتش عن كده. بس لو كان هي اصلا معمول لها ديزاين توصل 70. بس عشان حصل مشاكل في التصنيع ما عملناش كل حاجه ما وصلناش كل حاجه اللي احنا عايزينها بالظبط في التصنيع، فعلشان كده ما عرفناش نوصل للسرعه اللي احنا عايزينها. طب يعني هي ما فيهاش اضاءه، بس ما هي اكيد ما تنفعش بقى تسوقها بالليل بالمنظر ده. حاليا بس يعني كل حاجه ممكن تتطور، يعني اي حاجه ممكن. عجله برضه الناس مش كل الناس عندها لمبه دينامو في العجل. وبيسوق بالليل عادي يعني لو شايفين. طب هي العربيه دي حوالي هي مش عربيه اصلها يعني. هي بين العجله والعربيه، مش عارفين نسميها ايه يعني، بس هي حاجه بين الاثنين. مثلا ما انتوا سميتوها، انا مش قادر افهم ده ستالين ايه موقفه، بس يعني انا عايز اعرف هي حوالي اتكلفت كام، يعني دي تتكلف كام؟ هو البروتوتايب دوت عامه كان يكلف 13000. 13000. عشان احنا بنعمل مولد، بنعمل بس ده صبه ليها للفيرنج اللي بره، النموذج التجريبي بس. انما لو عايزين نعمل انتاج بعد كده ونبيع، فهتبقى الواحد كاف حوالي 4000. لو انتاج ضخم، لو كذا، مش انتاج ضخم، هي اول واحده بس هي اللي كلفت المبلغ ده، علشان كنا بنبني حاجات معينه لازم الاساسيات. جميل. لو هي تتكلف 4000 تتباع في السوق بكام بقى؟ 4500 بس. 4500. ما فكرناش لسه يعني، فكرناش فيها كمشروع. العجل بيوصل ل 6-7000 جنيه. هي الفكره في حاجه ان انت لو انت هتدفع الرقم ده، طب الناس هتقول لك طب ما نروح اجيب موتوسيكل. انا اقول حاجه، في ناس بتشتري عجل ب 6-7000 جنيه. انا دي شفتها قدامي. لا بس دي ناس نادره جدا يا رب يعني. ممكن نعمل 6-7000 جنيه، اعتقد انه هيروح يجيب موتوسيكل يعني. ممكن نعمل كده، بس الماتيريال هتتغير. اه يعني ممكن بدل ما يبقى جوه الومنيوم تبقى جوه ستيل.